هو الأيام الأخيرة دكتور عمرو لما كان علاء في البرازيل كان بيصور الفيلم بتاعه اللي هو مكملش عربي تعريفة، فكان ال10 أيام اللي كان قاعدهم فيه، فدايما كنت بكلمه في التليفون عشان أطمن عليه، كان يقعد يقول لي أنا في الجنة يا معتز. لما كان بيروح مثلا يصور في جزيرة من الجزر في البرازيل وبتاع يقول لي أنا في الجنة، وكان دايما يقول لي بقعد اصبح ربنا كتير. كان هو وحنان ترك وشريف منير دايما كانوا بيقعدوا يصبحوا ربنا. بس فلما رجع استقبلته في المطار انا وخالد اخويا الله يرحمه. كان جاي، كان اهم حاجه عايز يشوفها كان ابن خالد. كان ابن خالد كان لسه مولود بقالوش كام شهر، فكان هو مرتبط بيه قوي، وكان جايب له شنطه لوحده فيها هدوم ولعب. فأول ما جه ونزل المطار وسعى لخالد، أظن دي آخر صور ليه في الفيلم البرازيل، دي كانت الاستعراض اللي كان عامله في البرازيل. فنزل طبعا وجه البيت، كان كان الله. فجر العيد الكبير، كان وقفة عرفات. بس دخل سلم علينا بقى وعلى ماما وصحى يوسف، كان نايم صحاه عشان يديله اللعب والهدوم اللي كان جايبها له، واستنينا ما نمناش لغاية ما صلينا الفجر. وبعد كده جت صلاة العيد، نزلنا صلينا العيد، كلمني قال لي أمن على الجزار عشان يجي يذبح على طول. قلت له ما تقلقش أنا قايل له يعني وكده. بس فكيت الجزار وذبح وبتاع، فقلت له علاء بقى خش، لأن كنا واقفين في الروف عندنا في السطوح بيذبح الجزار. قلت له خش بقى عشان الناس وكده، وأنا وخالد هنقوم هنعمل كل حاجة يعني. قال لي لا والنبي سيبني انا عايز اوزع اللحمه بايدي. ففعلا قعد وزع اللحمه بايده وكده، وبعد كده دخل قال والدتي انا هنام بقى شويه عقبال ما انت تعملي الفته واللحمه. وقال لي والنبي معتز انا عايزك تنزل تجيب لي الجرايد كلها عشان انا بقالي كتير عايز اعرف الاخبار ايه والدنيا ايه. كانش بقى في سوشيال ميديا، كان 2003 الكلام ده. نزلت لي جبت له كل الجرايد وسبتها له في الاوضه. بس بعديها بربع ساعه كده دخلت عليه الاوضه لقيته واقع على الارض، فبصحي فيه. انا اتخضيت يعني، قلت وقع اتخبط، فب يعني بحاول ان انا اصحي فيه كده، لقيته كان متوفي. عرفت انا على طول، فطبعا حاولت ان انا اتماسك عشان والدتي اللي قاعده في المطبخ بتطبخ، عشان اعرف انزل علاء من البيت واوديه المستشفى. فالحمد لله يعني قدرت امسك نفسي والجيران جبتهم ونزلناه على انها غيبوبه سكر مش توفي. فروحنا المستشفى طبعا وبتاع، وكان عنده سكر؟ كان عنده سكر وكان عنده ضغط وكان عنده تصلب شرايين. رغم انه الله يرحمه كان سنه صغير 39 سنه. 39 سنه ونص بالظبط مات فيها. بس اول واحد مسكت موبايل علاء وكان نوكيا اللي هو الصغير، فاول واحد شفته عشان اكلمه اشوف مين كان اشرف عبد الرحمن. فكلمت اشرف فبيرد علي. كانت اخر مكالمه على كانت اخر مكالمه، فعملت ريداي. حكى لي اشرف الحكايه دي مره، حكى لحضرتك هنا في البرنامج. فكلمته في التليفون قلت له اشرف انا معتز اخو علاء، وعلاء تعيش انت. قال لي انت مين وايه الكلام ده؟ قلت له انا معتز اشرف. وطبعا ما استوعبش اشرف، جانا على طول مستشفى كليوباترا اللي جنبينا، وتولد بقى الاحداث. وبعد كده جه الاستاذ علاء والاستاذ محمد النيدي والناس كلها كملت.